يا الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه؟ هل معناه أنه ينجس بذلك؟ يعني نهى عن شيئين في الماء الدائم، البول فيه وثانيا الاغتسال فيه، لأن هذا يفسد الماء، أو البول نجسه وهذا يفسد الماء على من يريد أن يستعمله بعده. نعم، وقوله الدائم هذا دليل على الفرق بينه وبين الجاري. الجاري لا يؤثر فيه، لا إن بال فيه ولا إن اغتسل فيه ما يؤثر فيه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.